تايه في الدنيا ومش عارف تاخد قرارات في الحياة من كتر ما الدنيا مظلمة وصعبة. والله القرارات بقت صعبة قوي، بس الدنيا بقت معقدة قوي. انت محتاج هداية، هو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم، مش في الآخرة بس، في قرارات الحياة وريني الطريق يا رب. يقوم ربنا برحمته يبعت لك عشان يهديك الصراط المستقيم كل يوم مئات الرسائل الربانية. محدش بيقابل حد صدفة، دي رسالة من ربنا. ما كانتش صدفة ان انت قابلت فلان فلما قابلته فتح لك باب رزق واسع. ما كانت صدفة انك سمعت الآية دي رسالة ربانية. الآية دي بقالك بتسمعها 20 سنة لكن تأثرت بيها لأول مرة بطريقة مختلفة جدا غيرت حياتك. ما كانتش صدفة ان ربنا ألقى في قلبك كلم خالك دلوقتي، كلمته مات بعد أسبوع. ما كانتش صدفة ان انت قابلت فلان وتكلمت معاه ففتح لك باب شغل جديد عمرك ما كنت تتخيله. رسائل ربانية لا تنتهي. رسالة يقول لك ادعي دلوقتي يقذف في قلبك، ادعي دلوقتي يا رب حج لأنه كتب لك أنك تحج. إزاي أسمع الرسائل الربانية؟ إزاي ألقطها؟ تقوى الله يا ربنا. قلل المعاصي، قلل المعاصي، ولو عصيت اجري استغفر ربنا عشان يسمعك الرسائل. انت الرادار بتاعك مش لاقط الرسائل، انت أجهزة الاستقبال بتاعتك مصدية، ما انتش عارف تستقبل رسائل ربنا كل يوم، مئات الرسائل. عشان كده بنقول في الفتحة اهدنا الصراط المستقيم كل يوم 17 مرة، وهو ده الدعاء الوحيد اللي في الفتحة. وريني يا رب رسائلك اللي تنور لي الطريق. عايز تسمعها؟ اتقي الله. انا وانت في حياتنا نعم كتير قوي، عايز تحافظ عليها؟ عارف ايه اكتر حاجه تخليك تحافظ على الحاجات الحلوه اللي ربنا مديها لك في حياتك؟ تقوى الله، اتقي ربنا. عايز النعم تروح منك وتفقدها؟ اعصي ربنا. شوف اسمع مني القاعده دي، والله يا جماعه القاعده دي قاعده قرانيه عظيمه. امانك في الدنيا والاخره مرتبط بتقوى الله، لان ربنا ما اداش وعد الحد بالامان إلا المتقين، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا حاجة هتمسهم، دول في أمان. 7 أمراض فتاكة تخلص على تقواك، اوعى إلا السبعة دول، إلا السبعة دول، دول سرطان يؤدوا أنك تفقد كل الحاجات الحلوة اللي في حياتك. ترك الصلاة أو إهمالها، عقوق الوالدين، الشرب والخمرة نجاسة ربنا قال عليها كده. الآية بتقول على الخمرة ركس من عمل الشيطان، حد يشرب نجاسة، ركس يعني نجاسة، تخيل حد بيشرب نجاسة، حاجة مقرفة. 4 الكبر والتعالي، يقول النبي يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل يدوسهم الناس بأقدامهم. 4 الخيانة، الخيانة سواء في الفلوس انك تبقى حرامي او نصاب او انك تضحك على الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، اوعى تغدر بحد، اوعى تكون نصاب في الفلوس. 5 الكذب الكتير والغيبة الكتيرة والنميمة الكتيرة، قلنا يا رسول الله وهل يؤاخذنا الله بما نقول؟ قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللي بعد كده استخدام النت استخدام حرام في المواقع الإباحية وكده، ما تقربش من 7 دول، وربك رحيم بعد كده ويعفو. إلا عقوق الوالدين، إلا إهمال الصلاة، بتصلي أي كلام أو ما بتصليش خالص، بلاش 7 دول وربنا يحفظ لك نعمتك. ربنا ما اداش حد وعد بالأمان إلا المتقين. غمض عينيك وتخيل انك على باب الجنة، غمض وابتسم وتخيل انك عديت يوم القيامة وانت دلوقتي على باب الجنة. شايف ايه؟ شايف باب الجنة حلو قوي مش كده؟ ايه الالوان دي وايه الحجم ده؟ انا كأني في عالم اخر فعلا. هو انت لسه شفت حاجة؟ يا جماعة احنا في الدنيا ما شفناش حاجة، رحت فين في الدنيا؟ حاجة، ده بس الكفاية الوقفة قدام باب الجنة. احنا دلوقتي متجمعين على باب الجنة، مين جه؟ ماما جت، بابا جه، صحابي، اخواتي، الله، ومين اللي واقف هناك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله أول مرة أشوفه. ومين اللي واقف جنبه؟ ده النحيف، ده سيدنا أبو بكر. ومين الطويل اللي جنبه؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب. طب ومين الست الراقية الفخمة اللي واقفة جنبه؟ دي السيدة خديجة، هي دي السيدة خديجة. ومين اللي هناك؟ ده سيدنا موسى. شايف انت متخيل انت هتشوف مين على باب الجنة؟
متخيل الناس اللي هتقابلها على باب الجنة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم جاي بياخدك من ايدك وبيقول لك انت مكانك قدام، اصل انت كنت بتكفل اليتيم وانا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، انت كانت اخلاقك حلوة، اصل اعظم حاجة تخلي الناس ترافق النبي في الجنة حسن الخلق. تخيل نفسك على باب الجنة. طب ايه اكتر حاجة تدخلني الجنة؟ كلمة واحدة، اكتر حاجة تدخلني الجنة تتقي ربنا، قلل المعاصي او استغفر كتير علشان تفضل متقي لربنا، لان ربنا ما وعدش حد بالجنه قد المتقين. سمع الايه الجميله، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ان المتقين في جنات وعيون، ان المتقين في جنات ونعيم. مثل الجنه التي وعد المتقون كامثال ايه ده؟ ايه ده؟ كل ما يجيب الجنه لازم يقول انها للمتقين. غمض عينيك، نفسك في الجنه اتقي الله. هو بقيه الناس اللي ما بتتقيش ربنا مش هتخش الجنه؟ لا، ممكن يخش النار الاول، او ممكن يخش الجنه بس بصعوبه او في درجه. لكن انت فين؟ انا كنت بتقي ربنا على قد ما اقدر، مش 100% 60%، وكنت بستغفر ربنا لما بغلط لاني بشر ومحدش هيجيبها 100%. انت بتحاول تكون من المتقين؟ اه ان شاء الله. انت بتحاولي؟ ان شاء الله. غمضي عينيكي واحلمي بالجنه، انت كتير قريبه منها. ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي ورحيم قوي، عارف اللي عايزنا كلنا نخش الجنة. على فكرة يا جماعة ملايين هيخشوا الجنة، يلا على الجنة، يلا على الجنة، من القبر للجنة. انتوا فاكرين ان ربنا ان الاصل هو العذاب يوم القيامة؟ ده ناس بتخوفنا من الصحيح، ملايين على الجنة بس احنا مليانين اخطاء ومليانين ذنوب. صح، دي حقيقة. يقوم ربنا برحمته يعمل لك محطات للتنقية، 4 في الدنيا، 3 في القبر، 3 يوم القيامة، 4 3 3، علشان ايه؟ علشان ينقيك، علشان الجنة مصممة للأنقياء عشان تخش الجنة على طول. 4 في الدنيا، توبة واستغفار وحسنات وابتلاءات. أيوة، اتنقيت ولا لأ؟ نقيت، مفيش أي مشاكل في القبر على الجنة على طول. لا والله لسه كان جوايا ذنوب. 3 في القبر، رهبة القبر وضمة القبر وسؤال الملكين، يا ريتك كنت نقيت في الدنيا. معلش، عموما عندك 3 فرص ينقوك في القبر. نقيت يوم القيامة من القبر إلى الجنة على طول، مبروك. لا لسه ما نقتش، انت كنت عملت ايه في الدنيا؟ ده انت كنت عملت حاجات وحشة كتير قوي. يقوم يديك برحمته 3 فرص تانية عشان عايز يدخلك الجنة. أهوال يوم القيامة، 2 شفاعة الشفعاء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، 3 عفو الله عز وجل. ده كفاية عفو الله عز وجل، 10 محطات ينقيك بيهم، نقيت، مبروك تخش الجنة. 10 ولسه ما نقتش، لازم تخش النار لغاية ما تنقى، لأن الجنة للأنقياء، لازم تكون بيور 100%. ليه توجع قلبك وتعرض نفسك لكل دون؟ ليه تغامر؟ ليه تبقى في ريسك؟ ليه تبقى في مغامرة؟ طب ما تنقي نفسك في الدنيا قبل ما تمشي، ويبقى القبر ويوم القيامة يلا على الجنة على طول، لأن ربنا أكرم الأكرمين. أعملها إزاي؟ اتقي الله، نقي نفسك في الدنيا. مش قلت لك التوبة والاستغفار؟ ما هم دول تقوى الله، والحسنات. يا اتقي ربنا على قد ما تقدر ينقيك، وتخش القبر وانت نقي، فتبقى ضمة القبر كأنها حضن مش عصرة، ويبقى يوم القيامة الوقوف بين يدي الله. ما فيش أهوال يوم القيامة، ولكن فرحة بنفسك يوم القيامة، كنت من المتقين، أغلى الناس على الله. اتقي ربنا على قد ما تقدر، بس انت بشر، مش لازم 100% 60%، واستغفر على قد ما تقدر، ترجع من المتقين تاني وافرح، نقيت من بدري. يا رب اكتبنا من أهل الجنة.